الأخ علي سيدنا طلب توجيهكم ورسالة للشباب بخصوص الناخبين وتسجيل الناخبين وإحنا مقبلين على مرحلة جديدة. أنا شاكر إلى هذا الحس الجميل والوعي الوطني المهم. نعم اليوم جوني إلى البيت المفوضية وحدثت يعني بعض الأفراد والجيران، وهذا أمر طيب إنصافا جزاهم الله خير. إخواني نحن بلد هكذا أسس على نظام الرأي الجماهير والرأي الديمقراطي، صح التعبير، نظام ديمقراطي وانتخاب، وليس هناك على حال بد إلا أن نشترك ونكون مشاركين في صناعة القرار. وما حدث في الانتخابات السابقة هناك عزوف كبير للناس وجلسوا في بيوتهم، الأحزاب خرجوا وأخرجوا جماعاتهم وحشدوا جماعاتهم وحصلوا ما حصلوا بنسبة ضعيفة من المشاركة ب 20%. 20% من الناس طلعوا المتحزبين وحصلوا على مكاسبهم، تشوفون أنتم. و80% قاعدوا في البيت، هم الأغلبية الصامتة اللي متأذية. وما جرى في الانتخابات السابقة شفتوا الوضع شلون صار، والبلد انجر إلى اقتتال ولا سمح الله، والحمد لله العالمين انتهت. ولكن في النهاية تعطينا رسالة أنه إذا أنا ما أشارك وذاك ما يشارك وهذا ما يشارك ترى يصير اللي إحنا ما نريده، فلا بد إحنا نصنع القرار وإحنا ننتخب الأشخاص. لا تقول ماكو ناس طيبين، أكو ناس طيبين. لا تقول ماكو ناس نزيهين، أكو ناس نزيهين. ابحث عنهم وعلى حال انتخبهم وغير غير، وهذا التغيير إن شاء الله تعالى يحصل. فأدعو المؤمنين جميعا تحديث سجلاتهم ودعوة الشباب، خصوصا الشباب اللي الآن مواليد 2004-2005، هؤلاء هم شباب اللي أعتقد شريحة كبيرة لابد أن يكون لهم دور كبير في صناعة مستقبل بلدهم. أحسنتم سيدنا.